بالنسبة لتعزيز تواجد المرأة في مواقع القرار، حسب رأيي يمكن أن يدعم أكثر إلى جانب التشريعات الموجودة، يدعم كيفاش باقتراح تعيين المرأة التي تتوفر فيها الكفاءة والتجربة، وإذا اقتراحها في مناصب عليا واقتراحها في مواقع القرار. في مجال الفلاحة كيما في المجالات الكل لازم المرأة تكون موجودة، خاطر هي شطر المجتمع من ناحية، أما بالنسبة للفلاحة بصفة خاصة على خاطر مكثر الناس اللي تخدم في المجال الفلاحي، معناتها العمل البسطاء مكثرهم نساء. المهم باش تكون المرأة موجودة، باش تكون تمثيلية متاع المرأة في المجالات الكل، كيما في الخدام الضعيف، كيما في الأماكن القرار. انا لهنا في الشركه تعرضت لبرشا صعوبات كيما قلت لك او ديبو. النجاح مش ساهل، فلاحه معناتها باش يقبل لك مراه معناها مثلا باش تعطيه الاوردر باش يعمل هيك ولا ما يعملش، ولا حتى مع الخدام باش يقبل، معناها هو رجل كبير كسوا ولا صغير. كيف في مجلس الاداره معايا 6 رجال زيدا لا سول فام، معناها بون هو فخر هذايا. او ميم طون الحاجه الاخرى معناتها اللي خلاتني نكمل في الشركة هذه، إنه كي دخلت ما قعدتش وحدي، زوجت معايا نساء، أنا توا معايا 4 أوتر فام. أنا في الأول باش أصعب حاجة هو الديماغاج، شنو واحد لازم يحط في باله اللي ما فما حد شيء يجيب سيل، معناها مش أنا باش نحط 7 درافت ودوغا ليس بس كمسا، معناها لازم واحد يقبل إنه كي يبدأ في أي مشروع والفلاحة أونكور بلوس على خطرة. فيها برشا الياتوار او طقسها وماها وقصوا عليك الماء فهمتها وما جاوش الواها ما جاش الزريعه هي دونك كي تبدا انت متقبل هذاك وعارف محضر روحك اللي انت فما اتحاد معناها تبدا انت محضر لهذاك تولي خي تتقبلها نهار اللي تجي ضربه تتقبل معناها. المرأة التونسية تبقى الاستثناء من حيث الكفاءة، وهي قادرة على تحمل كل أنواع المسؤوليات في جميع القطاعات إلى جانب بصبيعة ما ننسوش مسؤولياتها العائلية. صفاتي زما أول حاجة تكون ما تخافش من نظرة نتاع الآخر. مش معناها نظرة نتاع الآخر، معناها ما تخافش أن يقولوا لها رك فلاحة ولا رك وقت حق في التهبط وتخاف من نظرة نتاع الرجال، ولا هذيك يزمها تكون تنجم تتخطاها. وبعد لازم تكون صفة أخرى اللي هي لازم تكون في أي انتربرونور في أي واحد اللي هي تكون معناها تكبش، لازم تكون تكبش وتحمل وتصبر، وهذوما هذولي صفات اون جينيرال موجودين عند المرأة. معناها بيان سور الانتربرونور ولا المرأة اللي باش تخدم في الفلاحة عندها أكثر تحديات، لازم تكون أقوى يمكن حتى من مرأة انتربرونور في سيستم أكثر، خاطر أصعب الفلاحة. هما من خصال المرأة زيدة اللي هي تحب التحديات، معناها كي تجيها تقولها أسمع راك ما تنجمش تعمل هذه مثلا، ما تنجمش تسوق الكهرباء، إبان المرأة تثبت لك اللي هي مش قادرة باش تسوق الكهرباء كهو تسوق الطيارة كانت تحب. دونك الإرادة المرأة عندها إرادة قوية وعندها العزيمة وما تبطلش وما ترخش وما تكلش وما تملش. حاجة أخرى المرأة كيف تتشجع وترى برشا نساء كيفها، معناتها تتعمم الفكره ونمشي ونراو المراه في المجالات الكل تتنحى الحكايه اونتر فيوميك نتاع الحجره نتاع انت مراه ليه في احنا توا كيف يولي يهز راسه ويلقى رئيس حكومه مراه ويرى الوزيره مراه ويرى المديره مراه. دونك سيك هاو دخلت في النوسيون، معناتها تطور وضعيه المراه في الفلاحه والا الصعوبات اللي تلقاهم اليوم مربوطين أكثر بالعقلية متاع المرأة هي بيتها. كيف نشوفوا في المدارس متاع الفلاحة، في مدارس مهندسين بصفة عامة، البنات موجودين أكثر من الأولاد. معناها من بعد باش تلقى روحها هي في موضع قرار، حكاية وقت، حكاية اجتهاد، وحكاية كيفاش تفرض روحها. من بعد يقعد العمل الفلاحي هو الاختيار الأسهل للمرأة الريفية اللي ماهيش قارية. علاش هو مهم خصوصك النساء اللي موجودين في الريف اللي مش قارين، نشجعوهم انهم ياخذوا شويه حريه ولا شويه عزيمه باش تعمل حاجه روحها وما تقعدش ديما تخدم تحت العبيد. شو بغليت خالت حليمه خاطر نحبها، هي مره كبيره معناها فوق 70
ما تقلقش من فلاحتها نقولوا احنا ملغي العمره ملغي تمشي تلقاها ديما ناشطه وديما وتبيع سلعتها وعظمها وجيشها وتعمل طابونه وكان لازم تعمل عوله وهي فوق 70 معناها مرا كبيره من كي تراها انت ديشات فردك معناها انا بس حتى ما عندي منهز من عندها نمشي لها كي تبدا في ثنيتي نتعدلها المهم هي معناها متحمسة وتحب الحياة. فما امرأة تونسية الحقيقة صورتها قاعدة راسخة في ذهني وهي مهندسة فلاحية قرأت في الينات ثم خدمت في الإدارة في بدايتها ومن بعد تحصلت على مقسم فني وانتصبت لحسابها الخاص في معتمدية ماطر. وقتها في السنوات ذيك كان حضور المرأة ضعيف وضعيف جدا في القطاع الفلاحي الحقيقة ونجحت في مشروعها وكان عندها إشعاع كبير في المنطقة وقامت ببعث مشروع خاصة فيه مكونة تربية الأبقار وكان لها دور كبير كما هي في تقديم مقترحات لتنظيم هذا القطاع والهيكلة متاعه. والمرأة هي ما غادرتش مخيلتي نظرا أنها امرأة اتسمت الحقيقة بالنجاح في مشروعها اللي هو ماهوش مشروع سهل. ممكن ما فماش مرأة سبيسيال اما نتذكر روحي في اول الكارير متاعي كانوا فما مجموعة متاع نساء يخدموا معايا نساء قدعات بالحق وتحسهم ما فماش خدمة يوفروا قدامها تهز شكارة متاع 50 كيلو وتحرث ما فماش حاجة تقولك ما نجمهاش لخطر انا مرأة ونحييهم من نساء هذكم الكل. المرأة اللي تخدم في القطاع الفلاحي نقولها ما تخليش الناس تقول لك راك على خاطرك امراه ما تنجمش روحك مش صحيح معناها بالعكس خاطرك امراه وخاطرك مثابره باش تنجح معناها تنجم تنجح وحاجه اخرى نقولها احلم باش تنجم تحقق. ننصح المرأة انها تتحرك علاش خاطر عندها طاقات كبيره طاقات باش تنمي مواهب ولادها طاقات باش تلهي بروحها طاقات باش تلهي بعائلتها معناتها تنجم تحسن في وضعيتها وهي قاعده في الدار وتخدم وتعاون رجلها انديريكتومون ولا هي بدارها ولا سي دو سويت وراهي المراه قادره المراه عندها برشا خصال تخليها ما تحسش بالتعب كيما قلت لك المراه صبوره تصبر على الحاجه تعطيها قيمتها توسع بالها دونك هذا الكل اللي يخلي المراه تنجح وعندها صفات باش تكسب التحديات والرهانات اللي تتعطى لها. الحاجة نجم نقولها لأي امرأة تحب توصل الموقع القرار إنه الأمور بإيدها هي إذا كان هي مقتنعة اللي هي نجم توصل راهي توصل. أنا كي دخلت نخدم عام 94 يظهر لي في المجال الكل كنت في كل اجتماع نلقى روحي امرأة وحدي امرأة وصغيرة وحدي حاجة قويتني ما ضعفتنيش وما فماش علاش معناه ما فماش علاش خدمة يخدمها راجل ما تخدمهاش مرأة. اللي نحب نقول اللي المرأة التونسية قادرة باش تكون قائدة في جميع المؤسسات والهيكل العامة أو الخاصة مع العمل على تنمية المستمرة لمهاراتها وتبقى المرأة في تونس كفاءة عالية وأنموذج يحتذى به في بعض المشاريع الفلاحية الناجحة والمتميزة والتجارب اللي موجودة على في تونس تفند ذلك وهي خير دليل على ذلك.